بجو من اللامبالاة، لكنه يسد الفجوة طوال الوقت. الأم مشغولة للغاية بالتغذية لا يبدو أنها تلاحظ الخطر. عند الفشل في الحصول على إشارة من والدتها، يجب أن يعتمد الظبي تماماً على الغريزة. يمتلك الظبي خوفاً داخلياً من أي شيء غير مألوف يقترب كثيراً. لحسن الحظ لم يخدعها قرد البابون وهرب في الوقت المناسب. هذه المرة ينجح البابون في التقاط الفريسة. تأتي والدة الظبي للإنقاذ وتهاجم البابون الذي يطارد الأم بمد ذراعه ووضع يده في وجهها. لسوء الحظ، الأم غير قادرة على إنقاذ طفلها الصغير من هجمات قرد البابون الشرسة. تم انتزاع هذا الظبي من أمه من قبل قرد البابون، ويمسك القرد الفريسة على صخرة عالية بما يكفي لحمايته من هجمات والدة الظبي. يمكن للبابون أن يأكل الظبي دون أن يضايقه. قرود البابون نباتية، لكن هذا لا يمنعها من صيد الإمبالا. يعد قرد البابون فريسته بشراسة. تحاول قرود البابون الاستيلاء على الصغير، حيث تحاول الأم منعهم من القيام بذلك. تمكن أحد قرود البابون من أخذ الصغير والركض معه، لكنه يسقطه على طول الطريق. تقترب الأم بما يكفي لحماية الظبي، لكن قرداً آخر يلتقطه ويركض معه. الأم تبحث عن صغيرها، لكنه ذهب منذ فترة طويلة في الأشجار مع قرود البابون. إن البابون حيوان صعب، لكن ليس من المفترض أن يكونوا قادرين على تحدي الأسد. ومع ذلك، في هذا الفيديو يحاول هذا الأسد الصغير الاعتداء على قرد البابون ويطارد البابون الأسد. حتى عندما يأتي الأسد للموجة الثانية من الهجمات، يقف البابون على أرضه ويتحدى الأسد. لسوء الحظ بالنسبة للبابون، كان طموحا للغاية. وعندما يأتي بقية الكبرياء، يتم نصب كميل للبابون وليس له مكان يذهب إليه، وينتهي الأمر كله بالنسبة له. قد رأينا جميعا قردة البابون تتصرف بعنف عندما تتعرض للتهديد. إنهم يعملون معا كفريق واحد، سيواجهون الأسود إذا لم يكن لديهم